معنا من الخرطوم مراسلتنا رشا رشيد. رشا، نطلع منك على الأجواء العامة في الخرطوم، وأيضا خاصة بعد حديث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وتأكيده ليس للمرة الأولى على النأي بالمؤسسة العسكرية من السياسة. نعم بالفعل كارولينا، هذه التصريحات ليست الأولى، وحتى تصريحات البرهان ربما هي الرابعة خلال 3 أسابيع. هذه التصريحات التي يؤكد فيها بعد أو ابتعاد القوات المسلحة عن العملية السياسية، ويؤمن على ضرورة أن تتحد القوى السياسية أو تتوافق القوى السياسية على خط واحد. ربما أعلن أيضا في وقت سابق تأكيدا على هذه الخطوة المجلس المركزي للقوى الحرية والتغيير عن تفاهمات تمت بين المكون المدني أو قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي والمكون العسكري. هذه التفاهمات في أيام مقبلة يتوقع أن تصل إلى هناك اتفاق إطار ومن ثم اتفاق نهائي في فترة قادمة ربما شهر ديسمبر القادم. في جانب آخر لدينا الآلية الثلاثية التي أوضحت في بيان سابق أن المكون العسكري أيضا أوضح عدد من الملاحظات على الدستور الذي قدمه أو قدمته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين. ربما كل ذلك يوضح بأن هناك خطوات إيجابية في الشأن الداخلي بين تسليم هذه السلطة للمدنيين بشكل كامل، وهذا ما أعلن عنه البرهان وأيضا أعلنت عنه القوى المدنية مرارا. هناك ربما بعض الأطراف المختلفة التي ترى أنه يجب أن يكون هناك ارتكاز أيضا على بعض المبادرات المختلفة ولا نرتكز على دستور المحامين فقط. هناك أيضا بعض المبادرات المختلفة. ربما هذه التصريحات التي أوضحها أيضا في هذا الجانب لاجتماع دول البحيرات هو تأكيد أمام الجميع بنأي المكون العسكري أو نأي القوات المسلحة عن العملية السياسية. تبقى فقط أن تتحد القوى المدنية بكافة أحزابها المختلفة أو القوى أو الكتل المختلفة، سواء كان كتلة ديمقراطية أحزاب كبرى وأيضا التي تنتمي للمجلس المركزي، هناك الحركات المسلحة وغيرها من الأطراف، تتفق على جسم واحد أو ربما اتفاق واحد يضمن الدولة أو الحكم المدني. شكرا جزيلا لك من الخرطوم مراسلتنا رشا رشيد.